السلام عليكم ومرحبا بكم. إن شاء الله هذا الفيديو يلقاكم في أحسن الأحوال. اليوم نقدم لكم وصفة صحية بالخضار، ممكن تكون كمقبلة وممكن كذلك تعملوها في صحن يكون عائلي وتقسموها إلى قطع. خليكم تشوفوا الفيديو، فرجة ممتعة إن شاء الله. أمس ملعقتين من الزيت كبار يسخنوا. نعمل البصل تقلى. أنا عملت نوعين من البصل، عملت البصل بورو طويلة، عملت حبتين من البصل الطويلة، وعملت حبة صغيرة قطعتها شرائح. نضيف عليها القليل من الملح لأنني مشي نعمل جبن، ما نكتروش الملح بزاف. بعد ما تقلات البصل نضيف 4 حبات من الكابويا. أنا عملت حبات كابويا متوسطين. بدأت تذبل الكورجات. الآن نضيف حبة من الطماطم مسكرجة. ثوم بودرة، ملعقة صغيرة فلفل أحمر، توابل الدجاج اللي هي اختيارية. الآن نضيف كفتة، حوالي 100 غرام من الكفتة، ونحرك كل شيء. هنات هيدا طابو كامل. دهنت الصينية بزبدة وفرشتها بورق الطهي. هيدا باش نتأكد ما يسقولش. الفرن عملته يسخن على 180 درجة، أي نار تكون متوسطة. الآن نضيف 4 حبات بيض ونخلط كذلك الجبن، ونضيف 2 ملعقة من الفرينة ونشوف، 2 ملعقة مملوءتين جيدا، ونبدأ نحرك ونشوف، مع 2 ملعقة صغيرة من الخميرة الكيميائية. نضيف 2 ملعقة أخرى مملوءة جيدا. بما أن فيهم الخميرة ما تعمروهمش حتى الفوق باش هيدا ما يفيدولكمش. الآن دخلوهم الفرن اللي راه ساخن مسبقا على 180 درجة. في هذه الوصفة ضروري الجبن. أنا عملت نوعين من الجبن، جبن مبشور وجبن قطع. من الأفضل تختاروا الجبن اللي يكون بنين، وجبن قطع وزعوه في الأخير هيدا باش يتوزع على كامل الحبات. فرطت عليهم حوالي 20 دقيقة في الفرن وخرجتهم. هذه كانت وصفة اليوم، سهلة وصحية وتوجد بسرعة. جربوها واكتبوا لي في التعليق أراءكم، دائما تهمني وتشجعني. وبهذا الفيديو وصل للأخير. لدخل أول مرة يعمل لي اشتراك فضلا وليس أمرا، فعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. ما تنسوش باش تعملوا لايك إلى فيديو آخر إن شاء الله. دمتم في رعاية الله وحفظه.